بين مؤيد معارض ومتخوف تباينت مواقف الأحزاب السياسية حول ما أسفرت عليه نتائج لقاء أطراف الثلاثية، خاصة ما تعلق بخصصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فبعض الأحزاب المعارضة ترجع تخلي الحكومة على دعم المؤسسات إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والانتقال من احتكار الدولة للاقتصاد إلى احتكار مجموعة قليلة من رجال الأعمال للسوق وللدولة، وهذا الذي يسمى الرأسمالية المتوحشة. النظام السياسي يعيش حالة انقطاع في السيولة كبيرة، فهو يتجه لكل الأساليب ولكل الوسائل التي تسمح له بإدخال رؤوس أموال والتخفف من أعباء كثير من المؤسسات الاقتصادية. بالطبع هذا التوجه هي نصائح المؤسسات المالية الدولية ونصائح قوى رأسمالية عالمية كبيرة جدا من أجل هيمنة القطاع الخاص على كل شيء، يعني وأن يصبح البلد في يد أعداد قليلة من رجال الأعمال. جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر، يرى في قانون خوصصة المؤسسات والشركات العمومية تخلي عن المبادئ الاجتماعية. لأنه نحن نرى أن هذا المسألة جات فيه الحكومة هو ما هو إلا انتكاس القانون المالي الذي احنا نشوفه تراجع على المكاسب والمكاسب وعلى قيد المنظمة، في حين تبارك الموالاة قرار حكومة أويحيا. لأن السياسة الاقتصادية لفخامة رئيس الجمهورية والحكومة حاليا تود أن تكون المؤسسات الوطنية العمومية والمؤسسات الوطنية الخاصة متكئة لبعضها البعض، وليس نية الحكومة أن تتنازل عن القطاع العام. ليست فقط الأحزاب المعارضة من تبدي تخوفها من خوصصة المؤسسات العمومية، بل حتى النقابة المستقلة متخوفة من مصير عمال هذه الشركات، لكن الأيام المقبلة هي من ستكشف سلبيات وإيجابيات توصيات الثلاثية.